الإبداع هو اللي يضيف معنى جميل للحياة. أنا أؤمن أن كل إنسان ينولد بفترة إبداعية. في طفولتي أنا كنت دائماً حول الرسم وحول الفنون بشكل عام. صراحة هالشيء نمالي حب الفنون، حب الإبداع، حب أني أنا أعبر عن نفسي وعن شخصيتي، لأن هالطاقة اللي فيها أنا لازم أطلعها بأي طريقة. إحنا في دولة تتغذى على ثقافة الإبداع، على التفكير الإبداعي. متحف المستقبل أيقونة معمارية جميلة تدل على سياسة الإبداع أو ثقافة الإبداع اللي مترسخة في إمارة دبي. إذا شفنا المتحف من برا بنلاحظ كلمة سمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم: المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه. إحنا نعمل في متحف المستقبل كفريق واحد، دورنا في إدارة التصميم الإبداعي، نعمل على أي شلة علاقة بالتصميم، سواء كان من ناحية تصميم المعارض، من ناحية تصميم التجارب، أي شيء يخص في التصميم بشكل عام. نحن بحاجة إلى أفكار شبابية جديدة وأفكار بناء وأفكار إبداعية ما نوجد قبل. الإبداع ممكن يجيني على صورة ذكرى من طفولتي، على هيئة طفلي مثلاً سيف. أأمل أن هالمكان مثل ما هو ألهمني أنه يلهم أجيال المستقبل، من بينهم ابني. مثل ما هالمكان فتح لي أبواب للتفكير والتعمق وطرح الأسئلة حول المستقبل، أتمنى أن هالأشياء تنعكس على أجيال المستقبل.